هذه المسألات التي تفضل من تفضيلها ومن نسأل يوم غيرهم عن دعاة باطل دعاة الشر وجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الإتلاف إليها ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصحهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل ماذا هو القضاء الباطل ويجب التعاون معهم في هذا الشر ويجب الواحد يتعاون معهم في هذا الشر ويجب أن ينصحهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق اليحيي يجب أن يسكتون وأن يدعوا نسأل ونقويه جميعا بالباب وجميعه من يتعاطى الطرق الفاسده يجب ان يحذر من هذه الطرق